نحن اليوم في زيارة مهمة إلى ضريح محمد الخامس. جميع الوفود المشاركة في زيارة رسمية إلى الضريح. تبقاو غير هنايا عبد العظيم، تبقاو غير هنايا عبد العظيم. ونقص لا باسكو يا دي زوفيسيال و دي باس با لا صوره هنا مجموعين فوالا شكرا سي الضامن. صباح الخير. الله والضامن الله، ربي يضمن لك الجنه والرضا ان شاء الله. جمعه مباركه. شكرا. وهذه الجمعه الاولى في ذو الحجه. جمعه مباركه من ليبيا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا سي ابراهيم، كيف حالك؟ بخير. سي يحيى، جمعة مباركة حبيبي، تحياتي لك وشكرا لكم. شكرا جزيلا على هذا التنظيم الرائع وهذا الحضور الدائم والحضور ديالك الدائم. الأستاذ المخلص للمهرجان عبد العظيم هو عظيم بكل أخلاقه واهتماماته ومساهمته في الجامعة. شكرا شكرا حبيبي. طبعا الإعلام دائما هم يظهروا في الإعلام، ولكن من حقنا أن نحن نظهرهم في الإعلام. صباح الخير. صباح الورد. هي منسجمة لا تستطيع أن ترد علي، لكن هي من حقها أن تكون موجودة ضمن هذا الحضور. جاتا فاطمة، صباح الخير وصباح المحبة وسعادة وجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. ما أجمل الجمعة بهذه الألوان الجميلة. أنا أماني محفوظ من مصر، وحبيت أن أنا أشكر الأستاذ عبد العظيم لأن هو إنسان من يوم ما شفته لم يقصر في شيء حقيقة، يعني متفاني جدا وبيساعد كل الناس، يعني أي حد بيطلب منه أي حاجة بيعملها، ومن غير ما يطلب هو فعلا بيقدم كل الخير. وفعلا إنسان اختار كلمتين، المحبة والسلام، مش بس هو بيشتغل عليهم فن، لا هو بيشتغل عليهم بشكل إنساني حقيقي من جواه، وصادق ومخلص للجميع للجميع، لا يستثني أحد ولا يفضل أحد عن أحد. ودي كلمة في حقه يستحق إنها تتقال ويسمعها بنفسه، لأن هو غالي علينا وشقيق وأخ للجميع. تحياتي.
هنا يا مرحبا. أهلاً مرحبا كبيرة قد لكدا قد مرحبا قولها باللفظ متحد ولكنها باختلاف الناس تختلف. مرحبا.